ورجعنا لكم مره تانية من خلال متابعي موقع يلا كوره وزوار صفحه جي ال سي سبورتس، ومن خلال متابعتكم لبرنامج في كتفك يا اهلي والانطلاقه الاولى مع شركه الدهانات الاولى في مصر جي ال سي. بالتاكيد انتصار رائع جدا للفريق الاحمر، النادي الاهلي يتفوق على الزمالك بثلاثيه. وفقره السبوره يمكن كنا بنتكلم الاحمر هيواجه الازرق، ولكن كانت المفاجاه كانت مواجهة حمراء بيضاء، واستطاع الأحمر الفوز على الأبيض بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. مفاجآت في التشكيل ومفاجآت في تعديل طريقة اللعب والتغييرات، كل ده بالتأكيد في فقرة السبورة مع زميلنا كريم سعيد. كريم مساء الفل. مساء الفل محمد. أكيد أكبر مفاجأة في التشكيل أعتقد في الفرقتين، مش فريق واحد بس هو الأهلي، هو مشاركة خالد عبد الفتاح في مركز المساك. ربما كلنا توقعنا ان محمد هاني هو اللي يلعب مساك، وضع في الاعتبار ان هو لعبها قبل كده ومبقاش في مخاطره عند جهاز فني، ان لاعب منضم للنادي الاهلي في يناير ملوش لسه يعني ما اتمرنش 3 4 تمرينات على بعضهم، هوب يلاقي نفسه بيلعب في مركز مش مركزه الاساسي، وقدام مين؟ قدام نادي الزمالك في مباراه بيتابعها كل ملايين من مشجعي الفرقتين في مصر، وكمان مباراه فعلا كانت لا تحتمل القسمه على اتنين، لان النادي الاهلي وجماهير الاهلي في الفتره الاخيره ما كانتش مبسوطه من الاداء في بعض المباريات لغايه مباراه سموحه الاخيره والاهلي كسب فيها ودخل من خلالها مباراه الزمالك بمعنويات مختلفه. انا شايف ان مفاجاه كولر كانت البقاء على محمد هاني في مركز باك رايت، وادخال خالد الفتاح المنضم حديثا من نادي سموحه في مركز المساك. على الجبهه الثانيه في وجهة نظر ان فريرا ما كانش عنده مفاجآت كتير يعني، وتقريبا فعلا ما عملش حاجة لان الادوات في ايده ما كانتش كتيرة، يعني هو لعب 4-3-3. احنا لو تفتكر الحلقة اللي فاتت كنا بنسأل هو هيهاجم بضغط عالي ولا هيلعب زون ديفنس، هو فعلا بالفعل ما قدرش يلعب ضغط عالي، لان برضو هترجع دي نفس المعضلة اللي احنا عمالين نتكلم فيها، ان البدني مش مساعدك، البدني مش مديك المساحة انك تتصرف زي ما انت عايز. وخلينا نبص على البورد ونشوف شكل نادي الزمالك بالظبط كان كده، اللعيبه واقفه قدام منطقه جزائها، الثلاثه الاماميين ما بيخاطروش ان هم ينزلوا عند التلت الاخير من عند ملعب النادي الاهلي. ليه؟ لانه لو فكر الثلاثه دول لو فكروا ينزلوا دول مضطرين ساعتها ان هم يرحلوا معاهم وانس انك رحلت كل المسافه دي هتضطر ترجعها لو النادي الاهلي بدا يلعبك بالكرات الطوليه. ولو خدنا بالنا النادي الاهلي كان بيحاول على قد ما يقدر ان هو يستغل هجوم نادي الزمالك ويعمل حاجه مبتدا الشوط الاول، لكن الكرات المقطوعه الكتيره اثرت على الشكل الاداء في فرقتين، وخصوصا النادي الاهلي كان عنده ميس باس كتير قوي 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 في الشوط الاول. وناس كتير سالت هو ليه اداء الاهلي وحش في الشوط الاول؟ تعالى اجاوبك. الشوط الاول النادي الاهلي بيلعب بصير العاب هو مجدي قفشه، وانس ان الكوره تدرجت من الدفاع يا محمد للهجوم والمركز ده ما نزلش هنا هيحصل فصل، يعني لو شلت ده كده حطيته في ايديا وبدانا نبص على شكل الملعب هتلاقي ان انت مضطر على طول تلعب الكرات الطوليه، وده كان بيحاول مع علي معلول يلعبها الكهرباء كذا مره بس ما نجحتش. طيب قفشه في وجهه نظري في بعض الاحيان كان بيضطر بسبب الرقابه اللصيقه ان في 3 لعيبه في وسط ملعب نادي الزمالك ان هو يتطرف. اذا تتطرف على الاطراف اوكي هي وسيله جيده للهروب من الرقابه، ولكن عدم الظهور لزميلك اللي في نص الملعب اللي بيحاول يطلع بالكوره هيعمل ازمه للخط الهجومي ان الكوره مش هتوصل له. الجزء الثاني اللي مخليني اشوف النادي الاهلي ما كانش ظاهر بالشكل الهجومي الامثل ان هو كان بيلعب على الجبهه الدفاعيه الافضل في الزمالك. اه ربما الجبهه الشمال دايما متعودين علي معلول وعبد القادر منذ غياب اكرم توفيق عن الجبهه اليمنى عندهم حلول هجوميه اكتر، ولكن انت بتلاعب برضو جبهه مش قليله، بتتكلم على زيزو وبتتكلم على حمزه المسلوسي، الجبهه دي دفاعيا قويه وانت بتروح عليها هم بيصدوك، وتخليت تماما عن الجبهه الضعيفه تلاقي عبد الشافي وتحط معاه مصطفى شلبي، جبهه ضعيفه جدا. لو انت كنت ركزت عليها في الشوط الاول كان زمانك عملت هجمات كتيره قوي 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 قوي، لان مصطفى شلبي كان بينسى ان هو يرجع في اوقات كتيره، ولما بيرجع مصطفى شلبي اصلا دفاعيا مش لاعب قوي، فبالتالي كنت انت هتقدر تعمل عليه في الجبهه دي تعمل عليها خطوره كبيره. تمام. الشكل اللي بقولك ده حصل امتى؟ حصل في الشوط الثاني، شفنا ان في تركيز شديد على
الجبهه اليسرى لنادي الزمالك والجبهه اليمنى لنادي الاهلي، محمد هاني وحسين الشحات بداوا يعملوا انطلاقات، والاوفر لابنج بتاع حسين الشحات كان مميز جدا، وخلي في نقطه مهمه جدا كولر اتكلم فيها، كان واضح قوي قوي في الشوط الثاني ان حسين الشحات واخد الخط. اول ما محمد هاني يبدا يطلع بالكوره ويطير لازم حسين يفتح على الخط عشان يعمل مساحه بالظبط ويشد معاه، لو في رقابه هيشدها معاه، وبالتالي تفتح لك مساحه هنا ما بين المساك وما بين الفول باك نادي الزمالك، حاولوا يخترقوا منها مره واثنين كتير، لا كتير كان كتير قوي كتير. حتى اللي بيتفرج في كوره، في كوره اللي محمد هاني استلمها قطع الكوره ونزلت له وشاطها، ومحمد عواد صدها كان شكلها حسين فاتح الجبهه، بس كان حسين فاتح الشوطه حلوه، واللاعب لما بيسخن مع اللعبه الحلوه بقى بقول لك هجرب حظي واشوط، اوكي هو قرار جيد، بس القرار كان افضل منه لو انت كنت ريضت شويه على الكوره ورحت لاعب الكوره لحسين الشحات اللي كان خلاص الفول باك دخل وحسين الشحات بدا فتح يفتح الملعب، وهنا كان حسين الشحات لو الكوره اتحطت له هيروح انفراد بالمرمى، فده قرار جيد من الجهاز الفني ان هو يقول للعيبه في الشوط الثاني يا جماعه عايزين نركز على الجبهه دي، ابعدوا بقى عن جبهه الجبهه اليمنى. وهنا بقى كلامك اللي انت قلته بقى في الفقره الاولى هيتحقق، اللي هو لما فريرا بيسحب حمزه المسلوسي وحمزه المسلوسي واقف له عمال يقول له انت بتعمل ايه، حمزه المسلوسي كان في حصل حوار ما بينه وبين فريرا ازاي، واضح اللي هو بيقول له يعني انا مش فاهم انت بتخرجني ليه، وبالفعل لما حمزه المسلوسي خرج دفاع نادي الزمالك بدا يقل بشكل كبير. الصبوره طريقه اللعب بقت ازاي بقى لما خرج حمزه المسلوسي، الطريقه اتغيرت ليه؟ ان فريرا طلع في المباراه طبعا مليون في الميه، الناس ظنت ان حتى انا اسف الكابتن مدحت شلبي ربما كمعلق المباراه قال معلومه غلط، المعلومه الغلط اللي قالها ان فريرا هيتحفظ دفاعيا، لا 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 هو قال بالخطه ليه 3 4 3 ليه؟ عشان يطير دول، هو عايز شال عمرو السيسي ديفندر وشال حمزه المسلوسي، هو عايز يطير الاثنين الجناحات وعايز يطيرهم اثنين فول باكس بتوعه مع الاثنين الجناحات يطيروا يعملوا جبهات، وبالتالي يبقى عنده هنا واحد داخل منطقه الجزاء يبدا يلعب له كرات عرضيه كتيره، زي ما قلت لك هو بيشيل واحد من خط الوسط عشان يزود اثنين على الاطراف، فهنا نادي الزمالك كان هيهاجم بست لعيبه كاملين، لا طبعا تغيير هجوم، لكن هو عمل ده امتى؟ بدا عايز يخطف الماتش، عايز يكسب الاهلي في النص ساعه الاخيره، تشعر ان كولر ادى فرصه لفريرا انه يفكر ولو مره انه يغامر عشان يفتح ويعمل مساحات فكولر يضرب القضيه؟ ما اعتقدش، لا اعتقد هو فريرا من رؤيته للمباراه كانت يعني التعادل مستمر لغايه الدقيقه 60، فبدا يحس ان انا عندي مساحه ان انا اخطف في الدقيقه الاخيره، هو فعلا لعيبه نادي الزمالك محمد تخلي بالك كانوا دايما بيروحوا للاطراف عشان ياخدوا فاولات، يعني هم بيروحوا للاطراف عايزين ياخدوا فاولات، هم عايزين ياخدوا ضربات ثابته، هم بيلعبوا ضربات ثابته او ضربات ركنيه، اللعيبه كانت بتتعمد ده سيف الدين الجزيري امام عاشور شفناها كتير قوي قوي ان هم بيحاولوا ياخدوا فاولات في المنطقه دي، عشان وحتى انا قلت لك في يعني 16 عرضيه اتلعبت نادي الزمالك ما استفادش منها، ولكن طبعا بعد الهدف بتاع كهربا اكيد سيناريو المباراه اختلف تماما. طيب ازاي بقى تعامل كولر وهو متقدم بهدف واثنين، عمل تغيير الناس كلها كانت متوقعه ينزل كريستو، نعم فجاه نزل احمد نبيل كوكا، نعم في ظل الحاله البدنيه اللي عند الزمالك، خلى كوكا باك ليفت وده مساحه لعلي معلم ينطلق لقدام، ببساطه هو الراجل فكر تفكير بسيط قال لك انا النهارده عايز احمي الجبهه بتاعتي، ان الزمالك بدا يهاجم بعدد كبير جدا وانا عايز العب على الهجمات المرتده، خلاص انا نزل لعيب صغير احطه باك شمال واخلي اللاعب الخبره هو اللي قدام، فبالتالي اللي هنا الميزه ان الجناح علي معلول هنا ساعتها ما لهوش واجبات دفاعيه خالص كتير، الواجبات الدفاعيه على كوكا بنسبه كبيره، وعلي معلول كمان في نقطه مهمه بخبرته في الحته دي هيديني كرات عرضيه، وهو كمان قراره العب كروس عالي او العب كروس على الارض جيد عند علي معلول عن احمد نبيل كوكا، وبالفعل شفنا الاسيست اللي عمله علي معلول في الهدف التالي وكان ترجمه للتكتيك اللي حطه كولر في الدقيقه الاخيره. الدور المحوري لالي ديانج في وسط الملعب، لالي ديانج النهارده ربما تحركاته قدامك كانت يعني صبوره ازاي الشوط الاول اعتقد كان عنده ميس باس كتير جدا، وحتى انا وانت واحنا بنتفرج على الماتش مع بعض اتكلمنا عليها، كان في ميس باس وكان في يعني برده قرارات يعني مش ذكيه من اليو ديانج في نص ملعب، ادى نادي الزمالك فاولات كتيره
في نص ملعب النادي الاهلي في الشوط الثاني شفنا بقى ان هو الهدوء اللعيبه فعلا كانت واضح ان هي متنرفزه، اللعيبه في حماس زايد على اللزوم في الشوط الاول بيخليهم يعملوا قرارات غلط. الشوط الثاني شفنا اليو ديانج بيقدر يعمل الدور المحوري بتاعه وازاي النهارده بيقدر يفسد الهجمات المرتده لنادي الزمالك، وازاي كان هو بيعمل الشيفتنج من الدفاع للهجوم، وضع في الاعتبار ان حمدي فتحي خد تعليمات بان هو اللي يزيد واليو ديانج هو اللي يلعب متاخر، رغم احنا في المباراه اللي قبل كده كنا بنشوف حمدي فتحي هو اللي بيثبت واليو ديانج هو اللي بيزيد، برده كلها بترجع لقرارات المدير الفني ومعرفته بحال. طيب اضافه مروان عطيه، نعم فهمتها ازاي في وسط الملعب طبعا بالاضافه اللي حطها في وسط الملعب؟ واضحه جدا جدا جدا، هو الراجل بدا يقلب الخطه ليه 4 ما يشبه يعني 4-5-1، هو عايز يعمل كثافه عدديه في نص الملعب عشان يمنع نادي الزمالك من الكرات الطوليه، يمنع نادي الزمالك ان هو يحضر الكوره في نص الملعب. كلها طبعا كانت تغييرات اساسها ان انا احمي الدفاع بتاعي واركز على الهجمات المرتده، وبالفعل الهدف الثالث هو مثال حي ليه اللي احنا بنقوله ده. تغيير ما فهمناهوش وناس كتير كانت بتسال التغيير ده سوى ايه؟ ما نزلش كبالة، كان ايه دوره في الملعب؟ يعني التغيير ده معتاد في مباريات النادي الاهلي، وهو يعني بيشوف ان شيكابالا عنده خبره وبيعرف يلعب اللعبه المعتاده بتاعته، بياخد الكوره من الجبهه اليمنى نادي الزمالك ويضم لجوه ويشوط بالرجل الشمال. طبعا النهارده خلي بالك ما فيش اي حد بيساعد نادي الزمالك، فبالتالي التغيير ما فيش اي مساحه ان هو يعمل اي اضافه، اصلا الفرقه كلها اصلا يعني مشتته بدنيا مش واقفه على رجليها، وطالما اعرف يا محمد لاعب الكوره مش واقف على رجله صعب جدا جدا ان انت تطلب منه اي شيء. فرق 8 نقط في الدوري المؤشر ايه؟ اكيد مفيش حاجه اتحسمت لغايه دلوقتي، لكن نادي الزمالك اكيد في يعني في كبوه واضحه جدا وفي كارثه في الوقت الحالي، ان خلاص احنا بنتكلم على ان الفريق دلوقتي عنده شكوك في بقاء الجهاز الفني، واكيد لو الجهاز الفني ده مشي هيجي جهاز فني مصري ربما يكون اول مره يشتغل، ربما يكون الكابتن اسامه نبيه ويساعده ويبقى يكون مدرب عام الكابتن حسين ياسر محمدي. اكيد عندهم مشاكل محتاجين ان هم يحلوها للفتره الجايه، لكن اكيد فوز النادي الاهلي النهارده بعيدا عن الدوري لسه طبعا لسه قدامه وقت طويل عشان يتحسم علامه مضيئه لما قبل مونديال المغرب ان شاء الله. علامه مضيئه لما قبل مونديال المغرب باذن الله، وزي ما قلنا لكم قبل كده مع انطلاقه هذا البرنامج في كتفك يا اهلي، وانطلاقه قويه والبدايه قويه وثلاثيه حمراء على الفريق الزمالكاوي. مكملين معكم اكيد الفتره اللي جايه، ولسه عندنا احاديث قبل او بعد مباراه البنك الاهلي، ومع سفر الفريق لكاس العالم للانديه لسه مستمرين في التغطيه والمتابعه وكل الارقام والتحليل الفني لفريق النادي الاهلي. كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، ولسه عندنا مفاجآت اكتر كمان الفتره الجايه باذن الله. ان شاء الله الف مبروك لجميع الاهلي، الف مبروك لجميع الزمالك، الف مبروك للاهلاويه وهارد لك للزمالكاويه، والى اللقاء.